تشحق ولدي يبقى يقول هذا انا شاري زابيل هذا انا شاري تلقيني حمقى في السوق. خرجت بلحفة قطعت حوايجي هرست مضادري ما عاقلاش كي كنت كل خايب. حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل. مشاهدينا الكرام متتبعي الايام 24 مرحبا بكم معنا مجددا. كيف ما عودناكم دائما كنبقاو على تتبع دائما للمواضيع اللي كنتناولو كنوافيكم دائما بالجديد. كيف ما عرفوا المغاربه كاملين ان الحكم الاستئنافي صدر في قضيه مقتل الشاب امين شريز. الام ديالو ماريا جات اليوم عندنا من اكادير باش تقاسم مع المغاربه اطوار وتفاصيل جلسة النطق بالحكم. غادي نشوفوا معها الجديد ديالها. الأم ديالو كيف ما شافوا المغاربة كاملين يعني دارت واحد الصرخة اللي هي صرخة الموت واللي كانت من أمام المحكمة ليلة النطق بالحكم. وبالنسبة لها هذاك الحكم كان صادم وتفاجأت به. غنشوفوا معها التفاصيل. ماريا المغاربة كاملين لا داخل الوطن ولا خارج الوطن شافوا الصرخة اللي صرختي من امام المحكمه يوم النطق بالحكم واللي يعني هو كان حكم اللي صدم جميع المغاربه. لان كيف ما كتقولوا في يعني في الفيديوهات والتصريحات السابقه ان عندكم يعني دلائل تدين المتهمين. كيفاش كانت جلسه النطق بالحكم الا كان ممكن توفي المغاربه بالتفاصيل ديالها؟ اول حاجه اللي بغيت نقول خوتي المغاربه كنعتذر الغوات وقطعت حوايجي وشتوني في هذيك الحاله سامحوني. الا سالت شي واحد كان دفع انا ما عقلتش دفعت الناس ولكن راه عذريني لي يوصل اي ام لهذيك الحاله اللي وصلت ليها كنعتذر من الناس ومسحوا عفوجي سامحوني. واخا انا عارفاكم سامحيني لكن كنقول لكم سامحوني باش نوصل ونقطع حوايجي راه صعيبه باش نديرها انا. راه ولدي ما يرضاش يشوف ميمتو كتقطع حوايجها وعارفيني وشايفيني واخا واصله فيا العظم عمري ما نقطع حوايجي ولكن صافي راه لا اله الا الله. الظلم الظلم صعيب الظلم صعيب كنعتذر منكم. بالنسبه واحد الحاجه نقولها قبل ما نبدا اختي سعيده انا من هذا المنبر ديال الايام كنقول لكم راه اي حاجه قلتها راه عندي وثائقي دامغه. اي حاجه كنقولها ولا كنجي ندلي بها ولا تنقول كاينه هادي ودارت هادي والنيابه العامه قالتها ولا هاد راه كلشي كنقولو من الاوراق الدامغه اللي جايبه الوثائق الدامغه اللي جايبها بالمحكمه الموقره. ولا كنت انا غلطه انا كنقولها للنيابه العامه كنقولها للقضاء انا مستعده ديوني عندكم انا مستعده للحبس وراسي الا كنت كنظلم شي حد ولا تعديت على شي حد. انا اطالب بالحق والانصاف والعداله وانا صاحبه حق وانا ام كلومه وغنكمل باذن السميع العليم في المسيره ديالي نقد الابرام حتى الموت. واخا راكم قتلتوني ولكن ربي كبير راه كاين قاضي القضاة الله سبحانه لا هو. لكن اللي بغيت نقول لكم عيدي وراسي الا كنت ظالمه انا مستعده نخلص العقوبه خلي هادوك خارجين براحتكم. ولكن إلا كنت أنا ظالمة ولا كنت عدى على شي حد ولا كنت شارب شي حد ها راسي ويدي قدام الناس. هادشي علاش كنقول دائما راه كاين مراحل التقاضي يعني ما غاديش نناقشوا حنا الحكم القضائي لانه لا يناقش. المحكمه عندها يعني الاسباب ديالها. النيابه كانت معايا النيابه العامه كذلك هي شخص هي يعني يعني كانت معايا دفعت عليا النيابه العامه. النيابه العامه اسمحي لي قطعتك. النيابه العامه كانت معايا ودافعت على حق امين ودارت الملتمسات ديالها نفس اللي قالوا في المرافعه الاساتذه ديالي في بدايه الجلسه قالوا بان الاطباء اكدوا واجمعوا بانه ما طاحش من السياره بانه مضروب باداء. هادشي علاش بغيت انايا نقول لك يعني بغينا نقربوا الناس من التفاصيل ديال هذيك الجلسه. الجلسه دازوا دجا المرافعات داز تعقيب النيابه العامه لكن المرافعه وتعقيب الحكم شنو داز؟ المهم او بدات دخلنا الساعه العاشرة قالوا لنا اتفقوا المحامين بيناتهم على ساعة الرابعه
غادي تكون المرافعه والتعقيب والمداوله في نفس الوقت. حنا عندنا فقا دير في نهار واحد، ماشي بحال شكل كازا اللي انا حضرت. كنتوما عندكم ما كاينش كيف كيف الله اعلم، ما كنفهمش في هذا الشيء، لكن حنا عندنا فقا دير في نهار واحد. وصلت الساعه الرابعه دخلنا، بدات المرافعه ديال المحامين ديال الطرف المدني اللي هو انا والبنيه ديالي. ترافعوا، كانت مرافعه مزيانه، يعني عجبتني المرافعه ديال الاساتذه الله يجازيهم بخير. والنيابه العامه كذلك عقبات، وداكشي اللي التمست هي يعني قالت بان الطبيبه تؤكد بانهم ضرب باداه رداد. النيابه العامه اللي قالتها قالت بان المتهم الرئيسي، لان كاين محضر بان عنده العصا ديال البيسبول وانها تخلص منها. كاين محضر جبداتو النيابه العامه وجبدو المحامي ديالي انه قال بان عنده عصا البيسبول وتخلص منها اليوم الثاني اللي مات امين. مشاو قلبوا عليها البوليس ما لقاوهاش، هادشي راه كاين المحاضر هو كيعترف بان كانت عندي وتخلص منها نهار ثاني. بالنسبه لذاك، لان كاين واحد الطبيب راه هضرنا فيه بان واحد يوتيوبر كانوا فاش جاو ثلاثه ديال الاطباء نهار 13 شهر 2 واكدوا واجمعوا وقالوا تشريح طبي شنو فيه كما عطيتو لكم، كما داكشي اللي قالوا اكدوا واجمعوا بان ولدي مضروب اداه رده هي سبب القتل ديالو. من بعد كاين طبيب جا غير منتدب، لا من النيابه العامه لا من المحكمه المقرره، جا عيط له واحد يوتيوبر الو فلان، صيفط له يعني صيفط له غير في الواتساب، ما صيفطلوش حتى التشريح الطبي الكامل. صيفط له المحاضر ديال المتهمين، واحد المحضر وفي الواتساب، لان راه درت به شكايه في المحكمه العين السبع، وعندنا اول جلسه 5 شهر 5 نهار 6 باذن السميع العليم. هذا اليوتيوبر ولا الطبيب؟ اليوتيوبر والطبيب. تحالت الاكادير استمعوا للطبيب قبل رمضان وفي رمضان نهار 12 في رمضان تحالت الاكادير، على اساس غادي تتابع في اكادير، لكن اكادير ليها نظر ثاني. من بعد استمعوا في رمضان اليوتيوبر اللي هو حاليا في السجن، من بعد كنتفاجئوا ماشي مشكل. تحالت عاوتاني قال لك لان اللي مرتكب الجرم هو يعني في الدار البيضاء اللي هو الطبيب، فتحالت المحكمه الزجريه والمتابعه ديالهم بجوجهم. وصلت المتابعه يلا اول جلسه غادي تكون، اول جلسه عطاونا 5 في شهر 6 اللي في المحكمه الزجريه باذن السميع العليم ان شاء الله. شهر 5 نهار 6 النيابه العامه فاش حطينا المتابعه اللي جبنا قالت لهم خص يتحيد هذاك الامر اللي دار بدون امر قضائي. تقرير لا ماشي تقرير، غير راي، اسمحي لي، راي طبي ماشي تقرير. راه ما شرحوا ما شافوا. دابا الراي الطبي كاين في وسط الملف. داز في الابتدائيه، داز في الاستئنافيه. لم يتم ذكره في التعليل لكن اشير اليه، تشار ليه، داكشي اللي فيه تشار ليه، ولكن لم يتم ذكره في التعليل. اذا هو علاش كاين في الملف اصلا؟ واش نقول لك، النيابه العامه فاش طالبت يعني بسحب هذاك الراي، واش تم السحب ديالو؟ فاش حطينا المتابعه نهار الجلسه ديال البارح، تحطات المتابعه. طالب السيد الوكيل قال النيابه العامه طالبات والتمست بانه يتسحب. ما تسحبش، باقي ما عرفناش نشوفوا التعليل، لان ما عرفناش. يكون عندي التعليل غنقول لك شنو كاين. انا ما عنديش تعليل باش نقول لك، لكن كنعاود لك شنو وقع. النيابه العامه طالبات وقالت بان المتهم الرئيسي عنده عصا البيسبول، جبتها هو المحضر النيابه العامه، يعني قالت هذاك الشيء اللي كاين. قالت بان الاطباء اجمعوا واكدوا انه مقتول باداه رده. جبنا واحد الخبره ديال النارسة اللي عنده البيرمير غادي يفهم، انا كلهم قالوا راه طاح مترو وكصايدين ب60، راه ما يمكنش، راه لا يعقل، راه خبره من عند خبراء وعند خبير محلف ديال النارسة وخبراء حطينا لهم، راه ما يمكنش تكون سايق ب60 وتقول لي طاح ليا مترو، خصو على الاقل 32 مترو. عطينا لكم كاع حنا 30،
حطينا نمواتي قدامي غا يعني نارسا كتقول انه خصو يكون يعني مليوح على بعد 32 متر وهما اكدوا في المحاضر انه ميدو. على بعد متر والخيال العلمي الخيال العلمي وخبير ساق طوموبيل وجربها ونفس السياره وتعطاتني الخبره من خبير محلف وتحطات وعندنا خبره ديال نارسا وتحطات الله اعلم تحطات لهم السيد الهيئه شافتها وحطيناها اليوم هادشي تحطى نهار الجلسه فالنيابه العامه كانت معايا ودفعت على دفعت على ولدي وطالبات بنفس الطلب يعني كانوا دايرين لهم قتل العمد في الاول المتابعه الاولى ونفس الشيء اللي طالبات وطالبات يعني باقصى العقوبات ما قالوش شحال لكن طالبات بالعقوبه كانت في صفي وهضرات في صفي المحامين كذلك داروا مرافعه من بعد بداوا المرافعه ديال سمحي لي ديال المتهمين دفاع المتهمين انا ما بغيتش نحضر باسكو كان المهم المرافعه ديالهم شغلهم هذاك يقولوا اللي بغاو فما احرار حقهم هذاك من بعد سالات قالوا لنا المداوله كان تعقيب داكشي دغيا تعقيب ما كانش طويل من بعد قالوا لنا مداوله ساعتين ثلاثه السوايع فخرجنا على برا وكنت كل امل وكل طاقه ايجابيه وكنت انا افوض امري لله دائما اختي سعيده شي واخا تظلمت واخا تالمت واخا تصدمت واخا سطوني واخا حمقوني أفوض أمري لله يا رب وكلتك أمري يا رب وكلتك أمري يا ربي فأنا لا حسن التدبير يا ربي وكلتك أمري والله غادي يكون معايا يكوني على كلي أنا على يقين تظلمت ولكن ربي غادي يصفني واحد النهار فدازت ساعتين دازت 11 الليل كنسمع داك سر وأنا هذيك سر عندي داك الكوشمار ديال الابتدائية فاش داك سر دخلنا بقي ما شفت الهيئة اللي قالت الحكم وزادت لكن دخلت انا الاولى كنجري وقفنا جلسنا غير تقالت المحامي سمحي لي الهيئه الرئيس قال فلانه بدا وفلان اللي هارب اللي ما كاينش يعني المتهم الرئيسي راه ما كاينش راه والديه كاينين وما كيحضر حتى واحد ما كيهمهمش ولاد الفشوش مفشش صيفطو با يرتاح على خاطرو ما كيحضرش المستر الغياب دارت في حقه انا ولدي مش خليه على خاطره مفوج على قلبه راه تايد الحكم دابا يقدر يدخلو براحته الله اعلم ممكن صافي انا فاش قد نطق بالحكم بنتي مسكينه شاده لي في يدي وكترعدها كديرها مسكينه انا قلبي يحس انا كنت تايقه وكل ايجابيه وطاقه ايجابيه من الصباح فتفوضي امرك لله صافي وكيما بغى خصني الرضا خصني بالرضا باي حاجه بغاها لي الله كانت خايبه ولا ما مزيانش الحكمه الله اللي عارفها علاش يمكن مخبي لي شي حاجه في اخرتي في دنيتي الله اعلم رضيت دريت وشتوني خرجت قطعت حوايجي وشتوني كي تبهدلت وشتوني كي وليت فاش كنسمع الحكم اختي سعيده ديال تأييد الحكم ابتدائيا نفس الحكم تأيد لا بالمتهم الرئيسي اللي ما كاينش ما احترمش القانون ما كاينش ما جاش ونزيدك واحد الحاجه فاش بدات المرافعه المحامي ديال المتهم الرئيسي اللي هو ولا متحامي ديال المتهمه الرئيسيه كان غادي ترفع المحامي على المتهم الرئيسي فاعترضت النيابه العامه قالت لي لا يحق لك ترفع على جوج اترفع على المتهمة اما المتهم فهو غائب وهارب خارج المغرب هكذا قالت من النيابة العامة انا مثلا كدبش كنقول لك شي اللي تقال لكن الصدمة هي تأييد انا كنسمع كنشوف الهيئة قالوا سر غير قالوا هذيك الكلمة دخلوا مع الباب حالتي ما عقلاش على راسي عتيه بحال جديتيني في شي غابة وقلتي لي يا ماريا غوتي قولي داك خود خرجي داكشي اللي عندك راه الصرخات ديالي في قاعه المحكمه راه الصرخات ديالي راه شنقول لك
كنتقيح حشاك وحشا وجهك بلا حساب، وكنغوت كنقول لهم ديوني الحبس انا، صافي ديوني انا، شدوني انا بالروتوم ديوني انا. وكنغوت كنغوت فقدت السيطره، ما عقلتش، خرجت بالحفه، قطعت حوايجي، هرست مضادري، وما عقلاش كي كنت صورة سعيدة. كتظني أنا غنوصل لهذيك الحالة، أنا غنقطع حوايجي، صوري أنا غنكون في هذيك الحالة، أنا ما كدبش عليك أختي سعيدة، توقعي أي حاجة، تقدر تلقيني حمقى في الزنقة، وكندور بالحفة وكنقول العدالة شري زامل، العدالة شري زامل، العدالة شري زامل، نقدر تلقيني ما خديتش حق ولدي، نبقى نقول عدالة شري زامل، عدالة شري زامل، تلقيني حمقى في السنقة. انا قريب تقربت، انا الناس البارح جاو عندي للدار قبل ما جوج الطريق لكازا بالليل، جاو عندي كاين صحاب ليهم زطيط اللي شاف الفيديو ديالي، كاين صحاب لي واش ما لقيت، كيقولوا ماريا تسطات، هادي الناس دقوا عليا ما شفتهمش شحال، هادي دقوا عليا كتحل بنتي الباب، كاين صحاب لي واش ما لقيت، ضرب خايب، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. بتقول حاجه الحكم الابتدائي، انا سمعته، انا سمعته، وتقال لي قبل بليله وحده، وخديت الكار 12 الليل ما لقيت حتى الكيران، خديت خياب كار، وغادي انا وبنتي وصلت المجلس الاعلى للقضاء مع 6 الصباح، وجلست بدلت حوايجي في المحطه وبجينا كنجريو، وقلت لهم راه سمعت بان الحكم كذا وكذا وكذا، كيما تقال ماشي غير حكم راه غادي، لا الحكم عدم مؤاخذة يوم والبراءة وست شهور المتهم الرئيسي قتل خطأ. قالوا لي ما يمكنش لا يكون هذا الشيء، قلت لهم اسيادي انا هذا الشيء سمعت، وخديت لاكيزي ديالي انا وبنتي، ومشيت المجلس الاعلى للقضاء، ورئاسة النيابة العامة، وجديت الطريق في زاصة الليل، وصلت لغد ليلة قادير اللي كان يوم الحكم، وفعلا نطق بنفس الحكم قتل الخطأ 6 أشهر وعدم مؤاخذتهم، ما كاين لا تشير لا تبصم عليهم جريمة لا عدم تبليغ لا تا حاجة، أنا ما ظلمت واحد، وإلا قلت شي حاجة كذوب أنا إلا قلت شي حاجة كذوب أنا راه وصلت فيا العظم. شوفي ماريا، باقي المراحل التقاضي، باقي النقد، باقي محكمة النقد، أكيد إلا كان عندك الحق غتاخدي الحق ديال الإبن ديالك، خلي إيمانك قوي بالله، ومتفقديش الثقة في القضاء، متفقديش الثقة في القضاء، مازال كاينين مراحل التقاضي. تظلمت وتحقرت، حقاش انا ماشي سيدة تعمل، حقاش انا ماشي مليونيرة، حقاش انا غير انسانة عادية، واحد السيدة خدامة على وليداتها معيشاهم، مالية في وليداتي، خدامة على وليداتي، والمتهمين كلهم اصحاب نفود، وباك صاحبي، واكادير كتعرف هاد الشي، وعارفين شكون هو المتهم الرئيسي، وعارفين شكون هما الاخرين، وحقرتو هاد الوليه مسكينه اللي ما عندها حتى واحد، حقرتو لي انا اللي مقطع على وليداتي، انا ما كنطلب حتى حاجه، انا طالبتي بالعداله والانصاف، وتنصفوا هذيك الروح، وصلتوني لهاد الحاله، حرام عليكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. كنطالب من جلاله الملك، انا ما كنطلب حتى واحد، كنطالب جلالة ملك أعلى سلطة في البلاد وأعلى سلطة في القضاء ينصف هاد السيدة، هاد الأم المكلومة، سيدنا راه حقروني، سيدنا راه ظلموني، سيدنا راه حطموني، سيدنا شوف من حالتي، عطيني حق ولدي، برد النار في قلبي، سيدنا راه حتى واحد ما خدا ليا حقي، كلشي ظلمني يا سيدنا. الله يجازيك بخير، كنتمنى تشوف هاد الفيديو، راه كل مره كنقول هاد النداء، كنطالبك غير انت سيدنا، انت اللي عطيتيني حقي، ما كاينش اللي غيعطيني حقي يا سيدنا،
سيدنا راه حطموني يا سيدنا، سيدنا راه تقدر تلقاوني ماريا الهبيله في الزنقه كندور مقطع حوايجي واحد النهار. وصلت حدي ولكن وصلت حدي ولكن مرحله النقد والابرام غنكملها حتى نموت. وكنقول حسبي الله ونعم الوكيل، كلها دمعه بكيتها وقطعت حوايجي خدام الناس عمري ما درتها في حياتي، ضربت الناس دفعت الناس هبلوني هبلوني. حسبي الله ونعم الوكيل. لا تنسوا الاشتراك في قناة الأيام 24 وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد.